بسم الله. ايه اكتر عادات عند الناس السعيدة؟ في ناس سعيدة عندها عادات، العادات دي لو انت عملتها وتعودت عليها ان شاء الله تبقى سعيد زيهم. طب ايه الحاجات دي؟ عايزين نبدأ نعرفها. هي للأسف ساعات احنا شايفين ان السعادة ان انا ابقى عند الحاجة دي، فاسعى كل جهدي ان انا احصل على الحاجة ديت، وفي الاخر لما تحصل عليها ما تحسش بالسعادة، مش هي دي، فتدور على حاجة تانية. مثلا انت شايف ان السعادة كلها ان انت يبقى عندك بيت معين او فيلا معينه او عربيه معينه، فتركز جامد جدا على الحاجه ديت، ولما تحصل عليها تكتشف ان مش هي دي السعاده. فايه هي العادات اللي بتخلي الواحد سعيد؟ طيب في حاجات كتير. اول حاجه الرياضه، لازم يبقى جسمك رياضي، ولازم تلعب رياضه، ولازم تخرج على الاقل 10 دقايق كل يوم تتمشى في مكان حلو كده. دي من حاجات كويسه جدا. الحاجه التانيه العمل التطوعي، يعني لما بتعمل الأعمال التطوعية الناس بتبقى سعيدة، فبيرجع سعادتي بترجع لك أضعاف. تمام، أيا كان العمل التطوعي اللي أنت بتعمله، بس حاول تكون حاجة مرتبطة بشغلك ومرتبطة بالدراسة بتاعتك، ده يبقى أنت كده هتعرف تعمل العمل التطوعي وتفيد الناس أكتر بكتير. وإن أنت تساعد الآخرين، أي حد محتاج مال، محتاج وقت، محتاج مساعدة، تساعده، ده بيديك حاجة كويسة جدا. حاول تخلي دائرة المعارف كلهم ناس إيجابيين، كلهم ناس مش متشائمين. لو في أي حد متشائم ابعد عنه، لو في حد ما فيش ثقة بينك وبينه ابعد عنه، أي حد سيء ابعد عنه. لازم يبقى فيه مرح، فيه إبداع، فيه إيجابية، على أساس إن أنت مثلا سعادتك هي متوسط سعادة الناس اللي حواليك، فحاول تخلي الناس اللي حواليك سعيدة. ولو في أي حد فشلت في كده حاول إن أنت تبعد عنه، تخلي طول الوقت أنت إيجابي. تمام، الإيجابية إن أنت ما تقعدش تشتكي أي ظرف تحصل. طيب أنا هعتبر نفسي أنا مسؤول عنه، إزاي أقدر أحاول أحله، تتقبل الحاجة. فلازم تكون إيجابي في تفكيرك، في تصرفك، ما تشائمش خالص، لان لو اتشائمت يبقى انت كده خلاص دخلت في دايره الناس التعيسه. فاحنا عايزين نخلينا بندور على السعاده، في السعاده ان انت تكون ايجابي. من العادات برضو ان انت تحصل على نوم كافي، يعني النوم القليل ده بيبقى سيء جدا. الدماغ محتاج ان هو يشحن نفسه، محتاج ان هو ينام كويس عشان يعرف يركز، عشان يظبط نفسه، عشان يحسن المزاج بتاعك، عشان اي عناصر سلبية في الجسم سامة يقدر يخرجها عشان يزود التركيز بتاعه. فلازم ان انت تنام كويس، لازم يكون عندك عشان تبقى سعيد، ما تبقاش تافه، يعني ما تعرفش تدور على تتكلم كلام تافه، لا، حاول ان انت تتكلم مع الناس في كلام مهم، تجنب فلان قال وفلان عاد والكلام دوت، لا، خليك مركز على الكلام المهم، وخليك عندك علو همة. يعني سيبك من الفلانة اتطلقت وفلانة اتجوزت وفلانة الممثلة الفلانية دي راحت فين واخر فيلم عامل ازاي، دي هتبقى كويسة جدا. خلي عندك يعني العبادات، يعني مش هنقول بقى عادة، لا، عبادة، حافظ على العبادات بتاعتك دي، هتديك جانب روحي. تمام، برضو عشان تبقى سعيد يبقى في توازن بين الروح والجسد، بين العقل والعاطفة، يعني التوازن دوت هو ده اللي هيخليك سعيد. وبرضو ابعد عن الروتين اللي بيخلق، يعني حاول ان انت تكسر الروتين كل شوية، بان انت مثلا تخرج مكان جديد، تروح مكان جديد، تغير المكان اللي انت بتروح منه الشغل، تخرج اولادك، تغير جو، تجيب ايس كريم، يعني حاول ان انت تكسر الملل عشان تبعد عن الروتين، تبعد عن الملل، عشان تبدأ تحس بالسعادة. وربنا يرزقنا عيش السعداء ومرافقة الانبياء في الجنة ان شاء الله.